السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. في فيديو سابق لأساتذتنا الأفاضل محمود سعيد حفظه الله ومحمد شادو حفظه الله أيضا، كانوا اتكلموا عن نقطة ان انت يعني في أمريكا الناس ما بتفكرش بطريقة استغلالية، بمعنى ان استاذنا مثلا محمد شادو اتكلم عن صديقته. طبعا لما بنتكلم نقول صديقته مش معناه ان في جنس ما بينهم، لا عادي، يعني حوار عادي زي اي حوار بين اتنين رجالة اصدقاء او بين اتنين نساء اصدقاء. فهو كان بيقول ان صديقته لما جت تتعلم منه العربي رفضت ان هو يعلمها ببلاش، وقدرت له ان هو بيبذل مجهود ووقته، وعشان كده دفعت له الفلوس وقالت له ان الصداقة حاجة والبزنس حاجة تانية. واستاذنا محمد شادو انا مش طالع عشان اكذبه في القصة دي، هو حكى قصة وتجربة حقيقية حصلت له مع انسانة نظيفة، مع انسانة فاضلة. ولا ننفي ان امريكا فيها ناس افاضل وفيها ناس نضاف، ولكن اخشى ان الصورة اللي تصدرت للبسطاء هي ان كل الامريكان او حتى اغلبهم كده. في حقيقة الامر المرأة اللي حكالنا عنها استاذ محمد شادو هي عبارة عن عملة نادرة سواء في امريكا ولا غير امريكا، بس عشان الامور تكون واضحة ونضع الامور في نصابها. في ناس كتير يا اخواننا في امريكا اقول لحضراتكم على درجة عالية جدا من الاستغلال قد لا تتصوروها انتوا، يعني ممكن من باب الطاق يقول لك انت معاك 2 دولار، انت معاكش دولار. هو شايف طالما انت معاك دولار يبقى لزاما عليك انك تديهوله، او معاك 2 دولار يبقى انت لزاما عليك انك تديهوله، ويكون معاه شغلانة وشغلانتين وبيشحت عشان يستغل طيبة قلوب الناس. ففي ناس في امريكان كتير جدا استغلاليين، لو طالوا ان هم يعني ياخد كل الكاش اللي في بيتك لن يتردد في ذلك. اسألوا نفسكم لو الامريكان كلهم بيفكروا زي الست دي، البلد ازاي فيها 2.5 مليون واحد في السجن؟ ازاي فيها سرقات؟ ازاي فيها جرائم؟ فحضراتكم انا بس عايز اكد للبسطاء ان اغلب الامريكان مش زي المرأة الفاضلة صديقة اخونا محمد شادو. ربنا رزقه بأصدقاء أفاضل زيه. ماشي بيحصل، ما بنقولش ما بيحصلش، أيوة في أمريكا في ناس نضاف ما بنفيش ده، ولكن لوضع الأمور في نصابها لا، في أمريكان كتير استغلاليين واستغلاليين جدا جدا. وموضوع انه هو ما بيخلطوش البزنس بالصداقة، لا بيخلطوا حضراتكم. وممكن مثلا انت تكون واخد بريك تلاقي ممكن كذا واحد يقول لك اديني جيب لي قهوة مش عارف قد ايه، سكر قد ايه، لبن ادي جيب لي مش عارف ايه 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 ايه، واستغلال رهيب. فانت طبعا لو واحد زي انا بيديهم لهم، لا يا جماعة زي ما انا ليا نص ساعة بريك غير مدفوعة الاجر، انت برضو ليك نص ساعة بريك غير مدفوعة الاجر. ماشي في النص ساعة بتاعتك غير مدفوعة الاجر تروح تجيب لك اللي نفسك فيه، وانا اجيب في النص ساعة بتاعتي اللي انا نفسي فيه. فحضراتكم خلوا بالكم حتى لو في امريكا، لان في ناس هتحاول تستغلكم وهتحاول تستغلكم جدا. ارجو الصورة تكون وضحت، واشكركم على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.